الارتباء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية في تونس. محافل ماسونية في تونس؟ كلام خطير هذا. وعي جيدا ما أقول. هذا مقتطف من خطاب عمله الرئيس التونسي قيس سعيد نهار 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية. وفجأة وسط كلامه على الخونة والمؤامرات اللي تعودنا عليها الصراحة، طلعنا بموضوع الماسونية. شنو حكاية الماسونية؟ وعليش قيس سعيد اختار انه يحكي في الموضوع هذا في عيد وطني كيما عيد الجمهورية؟ الماسونية هي منظمة سرية قديمة اصولها ترجع للقرون الوسطى في اوروبا، وفي تونس يقولوا انه تاريخها يرجع لفترة الاستعمار الفرنسي. اون تونيزي سي سو لو ريجيم دي بروتكتورا، سو ني با توتافي لا كولونيزاسيون ديريكت كوم سيتي اون الجيري. الماسونية كانت ومازالت المحرك الاساسي لنظرية المؤامرة. برشا ناس يمنوا انها تتحكم في العالم من وراء الكواليس، لكن الحقيقه ما فماش ادله واضحه تاكد وجود نشاط ماسوني كبير في تونس اليوم كيما برشا دول اخرين. اما لهنا لازمنا نقف شوي، شنو هو اللي يخلي قيس سعيد يطرح الموضوع هذا اليوم؟ زعما عنده حقائق ولا هذا جزء من استراتيجيه سياسيه؟ يعني الحديث على اعداء خفيين طريقه قديمه يستعملوها السياسيين من اول الدنيا باش يوحدوا الناس وراء القياده. في الحالات الكل الرئيس مش اي حد، يعني الكلام اللي يقوله بالمفروض يكون عنده وزن وتاثير كبير. اذا هو مطالب اليوم يثبت الكلام اللي قاله، ولا لا قدر الله يكون عرضه للمحاسبه على اساس المرسوم 54 المتعلق بنشر الاشاعات والاخبار الكاذبه واللي على اساسه تسجنوا مئات الاشخاص. السؤال يطرح لهنا، هل الرئيس فوق القانون ولا القانون يطبق على الناس الكل كيف كيف؟ الموضوع هذا يطرح تساؤلات مهمه في خصوص حريه التعبير، المسؤوليه السياسيه وتطبيق القانون. زاد شنو رايكم، تحبوا نعملوا حلقه كامله على المرسوم 54 وتاثيره على حريه التعبير في تونس، ولا ايش قولكم في حلقه على الماسونيه؟ قولوا لي في التعليقات. هاي باي.